كل واحد هيدي رد محمد فعل. من وجهة نظرك الشخصية مين السبب؟ هل لعيبة، إدارات أندية، مسؤولين، مين؟ يعني الفتنة دي من عند مين؟ أنا مع احترامي لجماهير الألتراس وقفوا مع نادي الأهلي كتير جدا، ورابطة تحترم، وأي رابطة في أندية بتحترم إن هم يعني بيبقى ليهم هدف معين. لكن أنا شايف إن السبب في المباراة، يعني في ماتش أحداث بالأخص ماتش المصري، الألتراس. ألتراس أنا ما بتكلمش على الأهلي، الأهلي ويعني الأهلي وجرين إيجلز بتوع المصري، إنما قبل كده حصل أحداث. يعني قبل كده مثلا جماهير المصري، يعني بتتكلم على ألتراس أهلاوي ولا جرين إيجلز؟ الاثنين. بلس ألتراس زملكاوي، معرفش اسمهم وايت نايتس ولا يعني واسمع كل الألتراس عموما. الموضوع يا جماعة أنتوا بتدونا، إحنا في الملعب، أنا في الملعب لما كنت بنزل مع الأهلي ولا في الإسماعيلي في بداية يعني الألتراس أما بدأوا، كنا بننزل كانوا بيدونا روح وشكل، وكان حاجات غير طبيعيه. عمري ما هنسى الدخله بتاعت ماتش افريقيا اللي الاهلي عملها للنصر. يعني موضوع حاجه منظمه وحاجه محترمه جدا. يعني قصدك ان هم ابتدوا بشكل ودلوقتي بقى اصبحوا بشكل. الهدف كان، الهدف من الالتراس هو مسانده النادي الاهلي وحب النادي الاهلي. هو مسانده اي فريق اللي تبعه. انا بتكلم على الالتراس الاهلي. اوكي الالتراس يعني بنتكلم بمجمع، يعني موضوع يبقى جماعي اكتر. الهدف هو مسانده النادي اللي بينتمي ليه، وهما فعلا يعني حضرتك شايف المنظر حاجه محترمه ومنظمه جدا وجميله جدا. اما الموضوع ده طبعا كلهم اعمارهم صغيره، ما بيتحول الى بقى سلوك قوي جدا وعنيف جدا، انت مش قادر تسيطر مهما كنت قاد. يعني اي واحد قائد من قاده الالترس مش قادر تسيطر على مجموعه من الشباب خالص. فالموضوع بقى دخل في خلاص، بقى الموضوع بقى ايه اطار. قبل كده احنا جينا مصر وانا اسف في يعني باللفظ كده، انتوا علمتوا علينا وقفتوا اوتوبيسات وضربتونا، فاحنا لما تيجي بورسعيد هنعمل كده، والاسماعيلي نفس الكلام، والزمالك لو يقدر يعمل كده. يعني الموضوع بقى فتنه. انا شايف ان الـ يعني تهديدات شغاله بين الطرفين. يعني خلاص يعني حضرتك لو دخلت على يعني دخلت على اي مواقع ولا اي حاجه، خلاص انت في شتايم، وفي امبارح مش عارف جرين ايجلز راحوا مش عارف قناه وكانوا عايزين يعملوا ايه. يعني يا جماعه انسوا الحاجات دي كلها. انسوا الحاجات دي كلها. يعني بص الشهداء، اهالي الشهداء، والله العظيم انا يعني انا في بسمع واحده ست بتطلع بتتكلم بتقول يا جماعه لغايه دلوقتي بكلم ابني ميت بقاله 10 ايام وبتكلمه في التليفون مش مصدقه. طب الحاجات دي ايه؟ احنا قاعدين نركز في كوره وجمهور ايه ومين عمل ايه، وانا الاقوى وانت الاقوى واحنا شعب واحد وشعبين زي اللي فات ده شعب بورسعيد. دي الاحداث امبارح بورسعيد. طب يعني ده كلام؟ ده الدين بيقول كده؟ اي دين؟ اي دين من الاديان بيقول كده؟ ده الرسول عليه الصلاه والسلام يعني اما يبقى في فتنه الزم البيت. يعني الدين مفيش دين بيقول كده. فانت دلوقتي بتدخل الكوره قبل كده الفتره اللي فاتت انا سمعت واحد قال يا جماعه ربطوا الكوره بالسياسه. على فكره دي مش حاجه وحشه انك تربط الكوره بالسياسه، ده العكس، ما تربط الكوره بالسياسه للخير. هو هدف الكوره ايه في الاخر؟ انت بتجمع شعوب، تخلي الناس تحب بعضها. لكن لما تستغل الكوره او اي هدف في انك بقى تفرق وتعمل مشاكل وكده، هو ده الغلط، هو ده اللي المفروض الناس تبقى عندها وعي. ما هو كان بيتكلم كنايه عن الجزء السياسي ده او الجزء التخريبي ده. طب ما يعني انت دورك دوره فين؟ دور مجلس الشعب عموما كبقى ناس من بورسعيد ولا ناس من القاهره ولا يعني ايه؟ يعني دلوقتي ما يطلع عضو مجلس الشعب راجل محترم وراجل ليه شرعيته مستمد شرعيته من الشعب. والله ما بهاجم حد، بس ما يطلع يجي يقول حاجه لسانه يعني يعجز انه قال كلمه وام شهيد بتسمعه، هتتحرق مهما قال ايه. يعني هتتحرق، ما تتكلمش، اسكت. فانت ما تتكلم هيرد عليك الالترس، فداخل في حرب مش هتنتهي. انا شايف ان الحل يعني الحل دلوقتي حالا ان لازم يبقى في ناس او مجلس حكماء او اي حاجه ناس بتثق فيها. فضل المنتهى الصراحه، انا اخد من كلامك كده يعني اعضاء مجلس الشعب او مسؤولين المصري او مسؤولين الاهلي، انت انا شايفك بتوجه لهم نداء، انتوا يا جماعه بتعملوا كده ليه؟ انتوا فين؟ انتوا الناس بتعمل كده ليه؟ ما هي دي الفتنه. هي الناس مش واعي. يعني ده مش وعي، لا يمكن يكون وعي. لا انت بتتكلم عن مسؤولين كبار. ما هو في فرق بين مسؤول كبار. طب ما انت يعني معلش مع احترامي في رؤساء وفي ناس مسؤولين كبار، في مش هتكلم في مصر، في بلاد مختلفة وبتغلط. هو مفيش حد معصوم من الخطأ. لكن انت ما يبقى ما يعني تطلع تعمل حاجة بدون وعي، لا ده محسوب عليك. انت اما تكون يعني انا مش عاوز ادخل مواضيع في بعض، بس انا في حاجة مثلا انت يعني كابتن سيف انت اكتر واحد عارف ابو تريكة بالنسبة لي انا ايه. طبعا اما انا بفتح التلفزيون اول امبارح الاقي ابو تريكة يحط الدستور،
طبعا يعني اقول انا يعني ابو تريكه ده اخويا يعني حاجه بقى، واحد بيميل الى الناحيه المثاليه كشاب يعني انسان بيميل الى الناحيه المثاليه نموذج. هو اعتذر عنه النهارده يعني من غير ما يعتذر، يعني من غير ما يعتذر اصلا ويطلع يقول، يعني اما دلوقتي اتقال ان ابو تريكه يحط الدستور